مره عندنا ضيوف في البيت كان في طنط كريمه اللي دايما كانوا بيقولوا على اسمها انها كريمه وهي فعلا كريمه، وكان معاها بنتها الصغيره. بعد ما اتغدينا وقعدنا، طنط كريمه كانت قاعده كده بتشرب كوبايه شاي كده على رواقه، كان شكلها كده متمزج كده ومبسوطه. فجاه كده بنتها الصغيره قربت منها وعايزه تمسك كوبايه الشاي تدوقها. راحت طنط كريمه مسكتها كده، بتعملي ايه يا بنت؟ ابعدي، الكوبايه سخنه هتلسعك. الصراحه انا ما اقتنعتش، بتلسعك ازاي وسخنه ازاي وحضرتك قاعده كده مبسوطه وحاجه بتشربيها ومتمزجه؟ اكيد يعني مش هتقتنع. ولا هي اقتنعت ولا انا اقتنعت. البنت راحت قربت تاني بعد شويه من طنط كريمه اللي هي مامتها، ومسكت تاني عايزه تمسك تاني كوبايه الشاي. طنط كريمه برضو زعقت فيها، قالت لها انت ما بتسمعيش الكلام، انت عناديه، مش معقول كده، ابعدي. الصراحه الحقيقه يعني ان دايما من كتر احنا خوفنا على اولادنا ساعات كتير بنفضل نقول لا 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 لا، وفي الاخر نرجع نقول هم طالعين عناديين لمين. عز الدين اخر العنقود في البيت، لعيب كاراتيه وموته وسمه حد يقول له يسيب الموبايل. عبد الرحمن الاخ الكبير بيحب الكوره والسباحه ولازم يكون مقتنع باي حاجه قبل ما يعملها. طبعا دي ماما زينب وده بابا محي، ورغم ان عبد الرحمن وعز الدين بيخافوا على زعل ماما وبابا جدا، لكن اكيد ليهم طلباتهم نفسهم ان هم يحققوها ليهم. لكن اللي اكيد كمان ان ماما زينب وبابا محي مش هيوافقوا على طلبات عز الدين وعبد الرحمن الا لما هم كمان يوافقوا على طلباتهم. معانا في حوار عائلي جدا بابا محي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بتشايف نفسك بابا ايه؟ بابا الاطفال يعني، ما اولادي يعني ما ليش غيرهم. لا بابا يعني مثلا بتسمع كلام عصبي، بتسمعهم عندك أنا وقت؟ انا يعني برضو يعني شغلي مخليني برضو ايه ما بقعدش معاهم ياما، بس انا يعني في طبيعتي عصبي شويه. طب ماما زينب ايه بقى، شايفه نفسك ام ايه؟ مش عصبيه دايما، بس هما ساعات بيعصبوني يعني، هاديه بس لما بتعصب بتعصب. طلعتك صعب. مين بيساعدكوا اكتر في شغل البيت؟ عبد الرحمن بيحب دايما ان هو يبان هيرو ويعمل وانا بس انا مش بحب ده، وده عامل بيني وبينه مشكله، انا بخاف عليه يعني، عايز يدخل المطبخ وعايز، انا مش ببقى حابه ده. مين فيكم بيزعق اكتر؟ يمكن انا شويه. باباهم في المواقف عامله ازاي بقى؟ يعني لما بيبقوا ماسكين التليفون طول النهار والليل، طبعا لما بيبقوا عايزين يلعبوا، لما بيبقوا ما بيذاكروش كده. وحضرتك ما فيش زعيق؟ لا بزعق بس يعني اهدى شويه من بابا. امتى بتقولي لهم لا؟ عبد الرحمن عنده مشكله انه يعني ما تقوليش لا من غير ما تقولي السبب دايما. دي مش مشكله، هو ده الجيل كله كده. لا ما هو انا ببقى ماشي، انا مش حابه برضو اكسر شخصيته وحابه ماشي نتناقش، بس في اوقات لا الظروف بتسمح ولا انا ببقى يعني مستوعبه ان انا اقعد اتناقش، فاسمع الكلام دلوقتي ونتناقش بعدين. لا هو دلوقتي هو يعني قولي لي لا ليه. طب في ايه قلتي لا؟ اخر حاجه قلتي عليها لا؟ الكلب مثلا، هو عنده مشكله دايما ان هو عايز يربي كلب، وانا لا، انا لا لاسباب كتير هو مش مقتنع بيها تمام. كل ما مالكيش فيها؟ انا ما بحبه مش ما ب... يعني انا بخاف قوي، مش بحب ابقى مسؤوله عن حاجه يعني، فرضا سافرت فرضا، مش بحب قوي ابقى مسؤوله عن حاجه، حاسه ان هو مش هيتحمل مسؤوليته، هو مجرد انه هيجيبه يلعب معاه لما تكبر شويه، لما تتحمل مسؤوليته. طب جربي. طب لا ما انا مش حابه كده. طيب بابا موحي بتقول لا امتى؟ برضه في موضوع الكلب دوت، في موضوع الموبايل، لما بيبقى عايز ينزل على طول، مش عايز يقعد في البيت. بيخافوا على زعل مين اكتر فيكم؟ هما بيخافوا من باباهم. بيخافوا منه مش من مش من هما بيخافوا من بابا، ممكن بيخافوا على زعلي اكتر. ممكن بعد المره الكام لما تندههم ما يردوش عليك؟ يعني بعد كام مره يردوا عليك؟ لا هي اول مره. اول مره بيردوا؟ خايفين منك. حضرتك بقى. لا عز ممكن يطنشني شويه حلوين. وعبد الرحمن؟ لا بيرد ممكن ما ينفذش يعني، بس لا بيرد. لا عايز بيقعد شويه ينتهي مره واثنين وثلاثه. عزيزو بيطنش شويه. بيطنش ليه بقى؟ مش عارف السبب؟ لا مش عارفه انا. بس هي ظاهره عنده يعني، مش انا بس اللي بيطنشني، هو بيطنش ناس كتير. عموما طب تفتكروا لو انتوا سافرتوا لاي سبب من الاسباب وهم قاعدين في البيت لوحدهم لمده يوم، هيعملوا ايه لوحدهم؟ ايه اكتر حاجه عارفين ان هو هترجع تلاقوه؟ هيمسكوا التليفون. هيفضلوا قاعدين قدام الموبايل.
هيتصرفوا في الاكل، هيعملوا حاجه، ممكن عبد الرحمن يدخل يعك شويه، يعمل بطاطس كده، اه ممكن هو بيحب اصلا يجرب وكده يعني. بابا محي، تفتكر لو سالنا عبد الرحمن وعز الدين هيتضايقوا منكم في ايه؟ تفتكر حضرتك عز هيقول ايه؟ هما دايما لما بيبقوا عايزين يركبوا معايا العربيه بيبقوا عايزين يسوقوا، فطبعا انا ما اعرفش اعلمهم دلوقتي، فخاف عليهم، فهم بيضايقوا مني في الحته دي جامد. طيب ماما زينب بقى، لو سالناهم هيتضايقوا من حضرتك في ايه؟ ممكن عبد الرحمن يقول ايه؟ ممكن عبد الرحمن مش بيحب يعني الهيلثي والاكل الصحي، لا خالص، هو يا اما حلويات يا اما اكل من بره، يا اما هو مش ملوش في اللي هو طبق صحي، لا خالص، اكتر حاجه بتضايقه مني. طب وعز الدين؟ عز برضو ممكن الموبايل، ممكن عز مش يعني مش من مش ما عندوش حماس يعني، ممكن انا بحمسه دايما يعني يلا التمرين يلا كده، هو ما عندوش حماس، هو بيتضايق مني ان انا يعني ايه بتزني عليه. طب مين فيكم رايح دماغه اكتر؟ بابا انا شويه شغلي بقى. طب لو عملنا مناقشه، انتوا كنتوا في فريق وعبد الرحمن وعز الدين في فريق، تفتكروا مين اللي هيكسب؟ مش عارف توقعوا. اكيد هم يعني عشان برضه حماس وبتاع، هم اللي هيقنعوك اكتر يعني. طب ما تيجوا نشوف بقى هم قالوا ايه. طب اتفضل تعالوا نشوف. عبد الرحمن، انت بتحبي يندهوك في البيت ايه؟ بودي. بودي ازيك يا عزيزين؟ الحمد لله. بتحبي يندهوك في البيت ايه؟ زيزو. انت مسيطر على عز ولا لا؟ كأننا قد بعض، كأن احنا اصحاب. طب قولي بقى يا عز، انت بتلعب ايه؟ بلعب كرة وكاراتيه. كرة وسباحة. في البيت بقى مين بيزعق اكتر يا عز؟ ماما ولا بابا؟ بابا. بيزعق ليه؟ على ايه؟ ممكن عشان باخد التليفون كتير. انا عارف. طب قول لنا. عشان هو مش بياكل كتير ومش بيبقى جعان. طب لو سالنا بقى بابا وماما بيضايقوا من عبد الرحمن في ايه؟ هيقولوا ايه؟ ان انا بلعب بالتليفون كتير ومش برد فيه. بيتقال لكم لا على ايه؟ عز. على التليفون في حبه اوقات. انا ما بدخلش المطبخ كتير عشان في حاجات بتبقى فيها زيت او كده. ايه اكتر حاجه بتضايقك انت يا عبد الرحمن من بابا وماما؟ بابا ان هو مش بيخليني اسوق العربيه. لازم عن سنسوتو بتبقى شايف الكبوت، انا شايفه، وبرضه بعرف اتحكم في الدكسيون وكده. انا بمسك الدكسيون وهو يدوس على البنزين. ايه اللي بيضايقك من ماما؟ ان هي مش بتدخلني المطبخ كتير، وعشان عايزه اساعدها في الاكل. وهي مش عايزاك تساعد في البيت؟ لا هي عايزاني اساعد بس في المطبخ بتخاف. بس احنا بنعرف نطبخ، ومره طبخت لها وانا بعرف اطبخ. مره شيبسي بطاطس. ماشي. وانت عايز انا مره طبخت مكرونه سباكيتي وطلعت طعمها حلو قوي. مين مدلع اكتر فيكم؟ انا. مين شقي اكتر؟ انا. كسرته كام مره تاب يا عيني؟ مره واحد. انت اتنين وهو واحد؟ لا، هو احنا عندنا كان عندنا تابين، هو كسر واحد وانا كسرت واحد. تسمع كلام مين اكتر، بابا ولا ماما؟ بابا وماما. ماما لما بتندهك او بابا ترد عليهم بعد بسرعه بعد اول عز؟ لا انا بعد تاني عز. تاني بودي بصراحه تاني. طب لو بابا وماما سافروا وانتوا قعدتوا لوحدكم يوم، هتعملوا ايه؟ بصوا قربيت بابي هو مش واخد باله. طب تفتكروا بابا وماما لو سالناهم هم جايين منكم في ايه هيقولوا ايه؟ الموبايل. اللعبه كتير والتليفون كتير. ايه رايكم بقى في كلام عبد الرحمن وعز الدين؟ ظالم، انا مش بقعد 24 ساعه خالص. ايه تاني؟ بس هم يعني عارفين ان هم بيغلطوا في ايه، وعارف ان هو بيطنش، عارف نفسه يعني. وحضرتك يا بابا نفس القصه برضه يعني ايه، بس انا برضه هو كلامهم مظبوط في حته ان انا بزعق لهم شويه وكده يعني. في حاجه حسيت انها لا هم لا بصراحه لا. طب احنا دلوقتي احنا كل واحد فيكم كتب طلبات، هنبتدي بقى نندههم عشان نتجمع مع بعض كده، نبتدي نتناقش بقى في الطلبات دي ونشوف بقى اللي ينفع يتنفذ واللي ما ينفعش. جاهزين ان احنا يجوا يشرفونا؟ يلا نشوف بقى هيحصل ايه. احنا
دلوقتي معانا ورقه من طلبات بابا وماما كتبوها، وورقه عبد الرحمن وعز الدين اللي كاتبينها. لا معايا انا مش جاهز، بس المهم انت تبقى جاهز بالمحامي، احنا عايزين بقى ايه نتناقش فيها ونشوف بقى ايه اللي هينفع، اللي بابا وماما ممكن يوافقوا عليه، اللي انتم ممكن توافقوا عليه برده من طلباتهم، اللي لا وكده. نبتدي بقى. ماما قالت ان اتمنى ان عز الدين يقلل وقت الموبايل شويه، في نفس الوقت اللي برضو عبد الرحمن قال انه عايز يفتح الببجي اكتر، وعز الدين قال عايز يسهر على التليفون. نبتدي الاول بيكو الاول، انتوا رايكم ايه الاول في كلام عبد الرحمن وعز الدين؟ واحد عايز يقعد على الببجي اكتر، واحد عايز يسهر على التليفون. لا مش كويس، وراهم مذاكره، وراهم حاجات تانية يعملوها، ويومهم مش هيتظبط لو سهروا. المفروض يبقى يومنا اللي هو نقوم بدري والحياه تبقى حلوه كده، يعني نعمل يومنا من اوله. طيب انتوا رايكم ايه في الكلام ده؟ ورايكم ايه ان هم كمان عايزينكم تقللوا الموبايل؟ هو ممكن يقللوا شويه بس مش كتير، يعني هو نقلله نص ساعه، ربع ساعه. تقللوا نص ساعه؟ لا ده انت كريم. او ربع ساعه يعني. او ربع ساعه. تقللوا ساعه، يعني هو المفروض دلوقتي انتوا بتتفرجوا قلتوا طول اليوم، او معاكم التليفون طول اليوم، برضه ما ينفعش يبقى اكتر من ساعه شويه؟ ساعتين. لا نص ساعة. انت مو انت لا عايزة مصمم على نص ساعة. طيب هنشوف نقطة تانية وهنشوف. طيب عبد الرحمن قال مش عايز ياكل سبانخ، عز الدين قال عايز ياكل اللي هي المكرونة الجاهزة اللي هي مش صحية، عارفين احنا كلنا مش صحية، في حين برضو ان بابا طلب ان بالذات عز الدين ياكل كويس. شوف الجاي شوف الجاي شوف الجاي. ما الاول ايه الاول؟ انت يعني مش يعني نشوف بقى موضوع السبانخ ايه الاول. لا لا انا بحبها طعمها، مش بعمل سبانخ غير كل يعني كام شهر. ما تعمليهاش وخلاص يا ماما زينب. هو عنده مشكله مع الخضار، هو عنده مشكله مع الخضار، يعني اي خضار هو بيبقى مش حبه، هو عنده مشكله مع الخضار. هو كتب السبانخ بس. لا 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 هو عنده مشكله مع الخضار عامه. طب مع الخضار كله ولا هنوقف السبانخ بس؟ لا مع الخضار كله اهو. ما لا خضار لو السبانخ بس سهل. لا الخضار انا بحبه، ممكن اكل الخضار، اي حاجه غير الخضار والفاصوليا لا. ما هو الخضار ده واسع، يعني البسله خضار، الباميه. انا بحب البسله وبحب الباميه. بس نشوف بقى انت بتحب ايه. ملوخيه وباميه. لا انت كده نص كده هنعمل ايه؟ انت كده نص كده هجيب لك هتطبخ ايه الاسبوع الجاي؟ الباميه والبسله والملوخيه دول الحلوين، بلاش الفاصوليا والسبانخ. ماشي تمام. كويس يعني حلو ماشي. انا عايز الدين بقى بابا كان بيقول انت ما بتاكلش كويس، وانت كمان مأكد ده بان انت عايز تاكل اللي هي بتاع الاكل الجاهز. وانا فعلا بحب الاندومي، بس انا مش بحب اكل كتير. طب ما ممكن مثلا لاني بشبع في شويه اكل، يعني بشبع يعني نص الصبح وكده. طيب ممكن ايه رايكم في رايي في رده؟ لا هو ما بياكلش خالص اساسا. يعني ممكن ما ياكلش طول اليوم عادي، مش فارقه معاه. ولا اكل صحي ولا اكل مش صحي. لا 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 لو اكل من بره ممكن اكيد اكيد. طب هو تفتكر ان في كده في مشكله في اكل ماما؟ لا يعني هو حلو. بس انت بتشبع بسرعه. ممكن بتعمليه تقيل بقى. لكن الاكل بتاع بره احلى، انا بقول بصراحه. قول قول براحتك يعني. ماشي طيب هنشوف القصه دي. مش هينفع تاكل بره كل يوم برده، ده محتاج ميزانيه واحده. طيب بابا قال ان عايز ان انتوا تذاكروا اكتر من الوقت اللي انتوا كنتوا بتذاكروه قبل كده، وماما برده قالت نفس الكلام. رايكم ايه؟ شايفين انتوا مش بتذاكروا؟ اثبتوا لهم يعني. لا لو لا انا بذاكر، انا بذاكر، بحل اللي ورايا واقوم يعني واحفظ اللي كان عليا حفظه. لا بيحل اللي وراه وبيعمل اللي وراه بعد مجهود، مش وانا خالص. لا هو محتاج مجهود وحاجات كتير قوي عشان ينجز اللي وراه. طب انت يعني انما انا بحله عشان ببقى فاهمه فبحله. عبد الرحمن بيحب ينجز نفسه يعني، ماشي يلا عشان اخلص. طيب عايز انت محتاج ايه علشان ده يحصل، عشان تبقى بتذاكر وتخلص وتبقى شاطر وكده في المذاكره؟ ايه اللي محتاج مساعده مثلا؟ محتاج مساعده من ماما في حاجه؟ محتاج حد يشجعك يقول لك ايه يلا جو عايز كده؟ هو فعلا ممكن يقعدوا معايا شويه وبعد كده يقوموا شويه كده. لا هو انا يعني ممكن انظم وقتي ان انا اذاكر واخد التليفون واقعد معاهم واتفرج على الكرتون.
ممكن هتحاول تعمل ده. طب دي فكره كويس ماشي. طيب في برضو بودي، ماما قالت على ان بودي بقى، بودي بينفذ، هو هي عايزاه يعني، هي عايزاك ها تنفذ اللي هتقوله لك، اي حاجه هتطلبها منك من غير مناقشه كتير. وهو في نفس الوقت بودي عايزك او عايزني، عايز منكم. اصبري شويه شويه، لا دي حاجه سهله والله، حاجه بسيطه. مش دي، لا لا مش. في نفس الوقت ان هو عايزكم ما تزعلوش يعني برضو، ايه هو برضو يعني هو مش عايزك تزعله من ان هو بيسال كتير، من ان هو بيناقش كتير كده. لا عبد الرحمن عنده مشكله ان هو استحاله ينفذ اي حاجه من غير ما يقعد، لازم تقولي له ليه وليه دلوقتي، مش يعني مش ينفذ وتقولي ليه، لا هو ليه دلوقتي، انت عايزاني اعمل كده ليه، او انا مش عايز اعمل كده فانت رافضه ليه، ولازم تقولي له اسباب مقنعه علشان يرضى ينفذ اللي انت عايزاه. انت شايف ان الاسباب اللي هي بتقولها مش مقنعه ماما؟ هي ساعات بتقنعني وساعات لا. طب لما جبنا السيره دي بقى يبقى نتكلم على ان انت طالب، انتوا الاثنين طالبين الكلب او القط. هم قالوا ان هم قبل كده قالوا ان هم بيقولوا لكم اسباب انتوا مش مقتنعين بيها. تجيبوا لي يا كلب يا قطه. ممكن نسمع اسبابهم للرفض الاول؟ ليه؟ لان هم مش يعني مش في وقت ان هم يشيلوا مسؤوليه حاجه، هم انا اللي هبقى شايله مسؤوليه الحاجه اللي هيجيبوها. لا 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 احنا اللي هنسيب اصبري. ما انا في الاوقات اللي هبقى فاضي فيها هلعب مع الكلب واكله واشربه وانضف وراه، لكن في الاوقات اللي بيبقى ورايا دروس او كده ممكن يوديه لواحد صاحبي، اما قبل ما امشي اكله واعمل له كل حاجه والعب معاه. احنا ممكن نجيب قطه. ماشي الصراحه يعني حاجته قويه. انا موافق الصراحه. عجبني. بصي أنا بقى غير الكلب. انا موافق. طيب اذا في بدايه قبول اهو. شفت بقى فايده حوار عالي جدا. ايه طيب عبد الرحمن، عشان بقى برده ما نبقاش كله عبد الرحمن بقى، برده كان طالب ان هو وعز ان هم يسوقوا العربيه. انت كنت انت كل يوم تقول لي استنى شويه استنى شويه استنى شويه استنى شويه. مش لما تكبر شويه. طب هو ممكن يستنى قد ايه مثلا يعني؟ ممكن انتوا شايفين ان هو لا ليه معناها يعني هو لا انا شايف كبوت عشان ما فرقش قلبي. انتوا ايه هو انتوا شايفين ان هو ان لا دي مش منطقيه؟ لا مش منطقيه خالص. بس هو طبيعي. طب ما الرخصه عشان يبقى معاكوا رخصه لازم تبقوا كبار. لا ما انا مش هروح في حتت بعيده او كده، لا انا يا اما هلف عند البيت. هو هيموت حد قريب من البيت. لا هلف بعيد شويه كده، لكن مش هروح في اماكن فيها كمين او حاجه من دي يعني، عشان ما تتقبضش عليا. المشكله مش بس في الكمين والله. طيب بودي يبطل تهور شويه، عز يرد من اول مره. هو نفسه اعترف وقال انا ما بردش من اول مره. هترد بعد كده؟ هتبرر؟ لا هتبرر. سيبك من هيرد ولا لا، هتقول يعني هتدافع عن نفسك؟ لا انا راضي. انت عارف ان هو هترد مش عايز تدافع. طب هو بيقولوا انت متهور عايز تدافع عنها. وانتم ما شاء الله معترفين. انا بحب التهور. هو فعلا احنا بنحب التهور. ليه بقى بتحبوا التهور؟ ما اعرفش، بحس ان انا بعمل اكشن كده. وانا ده من ساعه ما شفت اكشن وبجيب، وانا اصلا بعمل حاجات اكشن. اجيب ماسك واعمل بيه اكشن كمان. طب بابا وماما كانوا عايزينكم تهتموا بالتمارين، بودي يهتم بالتمثيل اكتر. شايف ان هم مش مهتمين ليه؟ انتوا مش شايفين ان هم مش مهتمين ليه؟ بيبقى محتاج ضغط عشان يعمل اللي وراه، عشان يحفظ لو عنده ذقور او كده. هو مش ضغط، بيتضايق لما يعيد. لما بعيد كتير بتضايق، ما اعرفش ليه. من الحفظ يعني؟ لا مش من الحفظ، يعني بحس ان انا لما بعيد كتير كده بزهق وبتضايق. لو قلت له الرياكشن ده مش مظبوط عيده تاني مره واتنين، لا هو بيقفش وخلاص كده. لا مش قايل. احنا دلوقتي اتفقنا على بعض الحاجات، وفي حاجات لا لسه نص نص كده. هنجيب دلوقتي الاتفاق ونشوف بقى نوصل منه لايه، اللي هتجربوه في البيت وبعدين ايه هنشوف هيحصل ايه. جاهزين نجيب بقى الاتفاق ونشوف ايه البنود اللي هتتفقوا عليها؟ متحمسين؟ يلا نشوف الاتفاق. بعد المناقشه اللي دارت دلوقتي ما بين عبد الرحمن وعز الدين وبين بابا محي وماما زينب، محتاجين بقى نوصل لحلول كده، نحاول ان احنا نكتبها في العقد. العقد ده متكون من نسخه واحده، في بنود ملزمه لبابا وماما، وبنود برده هنكتبها ملزمه ليكم. انا هكتبها اوكي، ونحاول ان احنا ايه ننفذها في البيت، ولو حاجه ما عجبتكوش ممكن عادي ان احنا نقعد مع بعض احنا الاربعه وتفكروا في ان احنا نغيرها ازاي. طيب نشوف بقى الحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها. اول حاجه كنا اتكلمنا على موضوع القطه والكلب، هل ممكن بابا وماما يفكروا في الموضوع؟ ايه انت قطه ولا كلب؟
لا ده مفيش يعني احنا كده كده يعني كده كده لازم ايه رايكم ايه؟ هل ممكن توافق على الموضوع والله بشروط؟ انا مش موافق عليه بس هو عايز كلب. طيب فممكن احنا ممكن نوافق بس بشروط ان هم اللي يستحملوا المسؤوليه كامله. انا موافق. ماشي. ينظفوا له، يمشوه، ياكلوه، يشربوه، كل حاجه هم اللي يعملوا. وفي الحاله دي لو هم ما عملوش الالتزام ده هيمشي الكلب. اوكي خلاص يبقى حلو. ادي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه كانت بقى على انه مهمه برضو دي جدا صراحه، يعني موضوع السواق. لا لا طبعا هي دي ليه؟ الحقيقه صعبه عشان القانون بيقول كده. ليه بقى؟ لازم نلتزم بالقانون. يعني انا فاضل لي 5 سنين واجيبها يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عندي 7. استنى. طيب في بقى جزئيه الاشكاليه بتاعت المنيو الاسبوع لو سمحتي، بلاش سبانخ وملوخيه. اتفقت. طيب حته بقى ان بابا وماما بيشتكوا ان انتوا ما بتقولوش على طول ولازم لا ولا ليه وعشان ايه وكده. لا 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 إيه؟ في اوقات يعني احنا بنكون بنلعب يعني بيقولوا لنا في الوقت اللي هو ما ينفعش لان انا ببقى ورايا حاجه في اللعبه او لازم اعملها. خلوا وقت للمذاكره ووقت للعب. نقسم الوقت. ماشي. هي دي هتودينا للموبايل، ان احنا كان برضو في نقاش على ان احنا نقلل وقت الموبايل. 23 ساعة موبايل وساعة. يا راجل ده هو يومي كام 23 ساعة؟ عشان لا كتير كتير، قللها شوية. قللها كتير حقيقة. لا قللها كتير. احنا المفروض كنا نحدد ان العكس بقى. 18 ساعة. ان ساعتين موبايل ونلاقي بدايل تانية. ويبقى شوية ساعات للعب وساعات للمذاكرة. ماشي. بس احنا هننظم وقتنا، مرة نتفرج على كرتون. وشوية نذاكر وناخد التليفون. بس التليفون أول حاجة. طب موضوع لا لا ليه لا وخلاص، صراحه هم يعني حقهم، هم حقهم وانا مش بحب اكسر بس يعني. مش دايما ومش ساعات مثلا بيبقى يعني بتيجي تقولي لي في الاوقات اللي انا بيبقى ورايا حاجه غير كده ببقى فاضي يعني ما اعرفش يعني عايزه عايز ماما يعني تشرح لك لا دي في وقت اللي انت فاضي فيه خدي منه ميعاد. يعني احنا مش انت كنت عايز تعرف لا ليه؟ طيب انا ببقى عايز اعرف ليه عشان انا بيبقى ورايا حاجات فعات لازم اكيد اعملها غير كده. ما هي الحاجات اللي ورايا دي بتبقى لعب مهمة. وانا مثلا ببقى بقول له لا ما ينفعش دلوقتي لعب فهو ليه لا ليه دلوقتي لعب لا لازم ليه؟ اعملها ما لازم اعملها في اللعب. ايوه هو ومثلا طب هقول لكم حاجه، احنا نحاول على قد ما نقدر نقول له في الوقت يعني وقتها لا ليه، لو صعب خالص نتفق على وقت تاني بس انت تصبر برضه. طب احنا دلوقتي عشان نقلل وقت الموبايل كنا لازم ندور على بدايل برضه. انا عملت لهم بديل مع بعض بقى. لا انا بجيب لهم كتب، هو عبد الرحمن غاوي فضاء وكواكب وحاجات كده وبجيب لهم. ده مش حقيقي ولا ايه؟ مش حقيقي. ساعات ساعات بيبقى غاوي وساعات مش دايما. ليه ما تعرفش حاجات على الكواكب خالص؟ كل اسبوع تقريبا. طب ما قالوناش حاجات عن الكواكب خالص. انا حاجه برضه عن الكواكب والحيوانات. طب هو في نقلل للموبايل وندور على حاجات تانية حتى لو مش على الكواكب بس ندور على حاجات تانية؟ هو كان طالب نكتبها. هو اللي كان طالب كتب عن الكواكب. لا العاب استرالية. ما هو مش لازم تكون كتب، ممكن كتب ممكن لعبة تلعبوها بس مش على الموبايل، رياضة. أيوة تعملوا أي نشاط تاني. هما بيتمرنوا. طب التمرين بقى كنت برضو قلتوا على إنه عايزين يركزوا في التمرين. مش عايزين ننظموا في التمرين. ايه دي اكتر حاجه بحبها في التمرين اساسا. تطلع تقول انا تعبان. مش بطلع اقول انا تعبانه، بطلع باين عليا ان انا تعبانه عشان لسه مخلص تمرين. عشان برضه احنا بنسيب حاجات يعني انت شايف ان انت مركز وهتركز زياده. ايوه احنا لما بنطلع تعبانين كده اصل احنا بنكون بنسيب حاجات بنشيل حاجات. طيب بحته بقى ان احنا ما بنردش على ماما وبابا بسرعه اخر حاجه بقى. دي اهم حاجه دي. عشان دي اخر حاجه هنكتبها. ماشي. بس من تاني مرة. من تاني مرة قبل ما نكون خلصنا. لا والله لا من أول مرة. ماشي تاني مرة. ماشي لا هنرد هنرد. لا أول مرة. أول مرة عشان عيب يعني برضو إيه ما يصحش. لكن يا نادونا وإحنا بنلعب مش هنروح
لان احنا مش عايزين ورايا حاجه يعني بس انا هحاول اعمل كده يعني احنا هنقلل الوقت وهنحدده يعني لازم نقلل وقت الموبايل وتحديده انا معايا حاجات حلوه في اللعبه ف يعني بفتح حاجات بجيب حاجات اي بس اكيد ماما بتبقى عايزه حاجه مهمه او بابا بيبقى عايز حاجه مهمه اهم من اللعبه بعمل حاجه مهمه بيكون معايا حاجه انا كمان حاجه مهمه في اللعبه طب خلاص احنا هنتفقنا اهو ان احنا هنقلل وقت الموبايل طب هنقلله ماشي اوكي وهنحدد وقت للموبايل فلما يكونوا هما بيلعبوا ساعتها انتوا ما تخرجوش منهم حاجه الا لو حاجه بقى يعني قهريه احنا هنقلله ساعه ونص يا سيدي خليك مع عشان هيجي لك كلب هتبقى مشغول عنه اصلا مش هيبقى عندك وقت ممكن ما اخدش التليفون لو قعدت مع الكلب كتير بالظبط شفت هيبقى بقى فاضي ساعتها ممكن اعتزل اللعبه انا بلعبها هو ده انت هتعتزلها ان شاء الله عشان بابا ما يتبسط ده مش هيحصل لا ما هو الكلب هيحتاج مسؤوليه عشان تبقى قد المسؤوليه لازم تبقى فضيله لازم ابقى فضيله بس اوقات مش هيحتاج حاجه يعني لا هيحتاج برضو ان انت تمشيه وانت تاكله وانت تاخد بالك منه وتنظف مكانه انا اساسا بحب امشي الكلب اني يعني بحس كده ان في متعه حلو خلاص احنا المتعه هتجيلكم مع وجود الكلب وعليكم انتوا كمان ايه تسمعوا الكلام هنمضي بقى هنا يا استاذ وودي ويا استاذ المفروض نكتب ايه بقى اكتبوا اساميكم لف بس اللفه اسامينا اسمك في الاخر في الاخر في الاخر ايوه هنا ايوه برافو عليكم اعتقد ان انتم وموضوع الكلب والقطه ده كان ايه كان نفسكم تحصله ده بقى لهم فتره على كده وبابا يعني عارف هنسمع كلام بقى بس هما يجيبوا لنا الكلب ما احنا اتفقنا احنا نبدا نسمع الكلام اول ما يجيبوه لنا لا يا سلام لكن يوم ما جابوش الكلب هنعمل لا احنا ماضيين خد بالك ان هم مضوا كمان فهم هيجيبوه لازم يضمنوا مستقبلهم الاول يعني لازم حاجه قدام حاجه هو اسبوع نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها بعد كده بعد لا ما هو خد بالك بقى لو حصل كده هم هيروحوا ماشيين الكلب او هيلغوا حاجه طب يلا مضيت يا عز الحمد لله وصلنا لاتفاق ده انجاز تمام يلا تعالوا بقى على طول هات العادي يلا تعالوا نتصور كلنا مع بعض سلفي